السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألا فليعلم أن من أجل مناقب ذكر الله سبحانه أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه. ويقول الله سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك يا شيخ، كنت بسأل في حديث شفته منسوب لصحيح مسلم بيقول: سيخرج في نهاية الزمان شياطين قيدها سليمان تقرأ على الناس قرآنا، هل حضرتك فعلا؟ لا لا، ما في صحيح مسلم حديث كهذا. تمام حضرتك. معلش السؤال الثاني بخصوص في آية في القرآن بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هل حضرتك الآية دي موجهة لصاحب الجنة أم للشخص، شخص غريب داخل يزور الجنة بتاعته؟ لا، لصاحب الجنة. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. تمام، جزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله، اتفضل. الله يكرمك، تفضلك الله. بقول حضرتك، أخ بيسألني بيقول لي إن هو كان فيه واحد كان بايع أرض زراعية لشخص من 15 سنة. فطبعا هو باع له الأرض الزراعية ومحيز له بيع، محيزش بيع. فقال له إن شاء الله أما دي حيز هدفع لك كام؟ 600 جنيه. الكلام ده سنة 2008. دلوقتي احنا في 2023 والراجل عايز يحيي، ما هو الموقف؟ ال 600 جنيه طبعا قيمتها تقل. هو عفوا، كان ده 600 جنيه على اي اساس يعني؟ مش هو اشترى ولا ايه؟ الله اعلم، كان ده شرط بياناتهم انه دفع له المبلغ ده وعند الحيازه هيدفع له 600 جنيه اما يجي يحيي. يعني 600 جنيه عفوا، ايه صفه 600 جنيه؟ يعني مجرد ينقل الحيازه ياخد 600 جنيه، صح كده ولا في حاجه ثانيه؟ ده الكلام ده سنة 2008. ايوه، يعني هل نقل الحيازة بيكلفه شيء؟ نقل الحيازة هل هيكلفك شيء يا بائع؟ لا، ما اظنش ان هو يكلفه شيء، بس ممكن ده يكون شرط مثلا. انا مدى ما في، ممكن يكلفه، ممكن يكون فيه ضرائب ستدفع يدفعها البائع، فشوف كده اذا ما كانش يكلفه. لا، عند الحيازة شيخ ما فيش حاجة. طب هل في اتفاق بينهم الان؟ كان في اتفاق مسبقا. الان يعني متراضين ولا في مشاكل؟ هو دلوقتي متراضين، لان الراجل دلوقتي بيقول لك انا ادفع زمان كانت 600 جنيه، دلوقتي 600 جنيه دي تعادل مبلغ اكبر. يعني الان متراضين مع بعضهم ولا في خلاف بينهم وبين بعض الان؟ لا، في خلاف يا اخي. ناس تدخل من اهل الاختصاص. شكرا.
هل يجوز للزوج تغسيل زوجتي عند الوفاة؟ يعني بعد الغسل الذي قبل الدفن. نعم يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورأساه. قالت عائشة: بل أنا ورأساه. قالت عائشة: ورأساه. فقال النبي: بل أنا ورأساه. قالت: لعلك تحب موتي، ولو كان ذاك لأحببت أو لأمسيت معرسا ببعض نسائك. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك لو كان وأنا حي لهيأتك، وفي رواية: غسلتك وكفنتك ودعوت الله لك. لكن رواية غسلتك ضعيفة، وتشهد لها رواية هيأتك، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. اللهم لك الحمد. دلوقتي يا شيخ افهمني بالله عليك في الموضوع دوت. دلوقتي انا والدتي توفت. الله يرحمها. تمام؟ الله يرحمها ويغفرلها. وكانت قاعدة في شقة والدي، ايجار قديم برضه متوفي. تمام؟ والدي ووالدتي كانوا مطلقين. فبعد ما والدتي ما توفت، اضطرينا ان احنا نصفي الشقه بسبب ان اخويا كان واقع عليه ايواء بيعمل لنا مشاكل، انا واختي الصغيره. اضطريتم تعملوا ماذا في الشقه؟ ايه؟ اضطريتم لعمل ماذا في الشقه؟ ان احنا نسلمها لصاحب البيت. احسنتي. لان ايه؟ احسنتي ثم احسنتي ثم احسنتي. يا رب يبارك فيك ويحفظك. وياك. دلوقتي احنا ولد وبنتين. تمام؟ امي لما توفت عليها ديون كتير. بسبب مرضها. اخويا ما بيعملش اي شيء، ما بيسدش اي شيء، وقال انا ماليش دعوه باي شيء. فاصبح المبلغ اللي طلع لنا من صاحب البيت 25,000. تمام؟ على اي اساس اخذتوا ال 25,000؟ ايه؟ على اي اساس اخذتم ال 25,000؟ أنا بحسبها ظننتك تركتيها لله. على أي أساس أخذت ال 25,000؟ ال 25,000 لأن إحنا قمنا بأعمال كتيرة جدا في قلب الشقة. يعني موافق على أن يعطيكم، على أن يعطيكم التكاليف الإصلاحية في الشقة؟ دي بس التكاليف اللي إحنا قمنا بها في الشقة. ماشي. لكن مش إحنا تركنا الشقة بسببها. ماشي. تمام. دلوقتي ال 25,000، والمفروض العفش اللي في الشقه بتاع امي، وامي عليها ديون. ايه اللي يتم في الامر دلوقتي يا شيخ؟ اخويا قال انا مش هسد ديون امي. تمام. اول حاجه تسدد ديون. عايز ال 25 نص، ال 25 ونص الورق، الاجهزه والحاجه اللي موجوده بتاعت امي دي. اما قول لي اعمل ايه بالله عليك. نصف الاجهزه له ذلك، اما ال 25,000، ال 25,000 اللي انتم اخذتوها من الشقه، هل هو الذي جاء طي يعني هو الذي اصلح الشقه؟ لا، امي. ال 25,000 ستكون سداد الدين اولا، سداد دين الام قبل اي شيء. قبل أن تقسم التركة تسدد الديون، لأن الله لما بين قسمة التركات قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي بنتين، بنت في ثالثة ثانوي وبنت في أولى ثانوي. الله يبارك لك فيهم. ما شاء الله حافظين ختم القرآن وبيجودوا ومؤتمرات، وربنا يبارك فيهم ويحفظهم. اللهم لك الحمد. ليا سلف مطلق وله بنته من دور بنتي الكبيرة. طيب. فأنا أخدتها من وهي لسه عمرها شهور مع بنتي. طيب حسن. وعايشة معايا لحد الآن. طيب. دلوقتي ابني بقى في تانية إعدادي. وهي في تالتة ثانوي. وهي في تالتة ثانوي. اه. وابني اموره مش متيسره زي اخواته، يعني بيتعبني ويرهقني، عما بيحفظ وعما بيلتزم وعما بيصلي، وربنا يهدي شباب المسلمين. فانا
انا خايفه يكون مثلا في حرمانيه من وجودهم. الولد بلغ؟ لا اعتقد لسه، لكن هو ما شاء الله يعني اللي بيشوفه يعني بيعتقد ان هو مثلا ممكن يكون البنت دي بنت حاجة. من عفوا بنت من قلت لي؟ ايه؟ بنت سلفك؟ ايوه بنت سلفك. يعني بنت عم الولد؟ بنت عم. ايوه. ابوه ميت ولا ابوها ميت ولا ايه؟ ابوها عايش بس مش متزوج، وهي لو راحت بقى هتضيع. وطبعا دي زرعتي. طيب ممكن تفصلي لها غرفة مستقلة؟ هي لها غرفة مستقلة، بس يعني حضرتك عارف البنات في البيت. ايوه اختلاط. ايوه. ما في أي حل عندكم؟ هو أنا بس يعني هو طول ما أنا متأكدة إن هو ما بلغش، ما فيش حرمانية. يعني إلى حد ما، وإلا لو كان الفساد موجود برضه سنفصل. ما فيش فساد الحمد لله. خلاص ما دام ما بلغش خلاص. لكن أنا خايفة عليه، أنا مش عايزة يبدأ حياته بذنوب. ما انت قلت هو قلت انه محترم وانه في ذات الوقت لم يبلغ. اه. وان في ضروره، ضروره لا ننسى الاصل الذي تكلمت فيه، البنت ليس لها مكان. ملهاش لا. طيب خلاص يعني هل ربنا ليس ربك رؤوف بالعباد؟ السلام عليكم. اقول السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. اولا عايزك تدعي لي بالهدايه، الله يبارك لك. الله يهدينا واياكم يا رب. بس امين امين يا رب. عايز اسالك عن امي. امي مريضه الزهايمر. الله يعافيها. امين يا رب. ما بتصليش. تمام. لغياب العقل. معاملتها قاسيه لنا جدا جدا. هي مريضه خلاص. وعايز اكسب رضاها باي شكل، مش عارفه هي عصب من كتر عصبيتها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. المراه مريضه وعقلها يغيب ويذهب وياتي، لا تحملي هما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو. ألو إيه بس؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة شيخ. عندي سؤال في المواريث. مات أبي منذ شهرين أو ثلاث. ولي أخ متوفيان قبله. اعلم انهم لا يحق لهم الترثة او انهم محجوبون، ولكن ابي وصى بان ياخذ اولاد اخوتي نصيب الذي كان ياخذه ابواهم قبل موته، فما حكم الشرع في ذلك؟ لا يمضى من الوصية الا الثلث. كلهم يعني مجتمعين، كل الموصى نعم. لهم مجتمعين ياخذون من الوصية ما لا يتجاوز الثلث. تمام. الوصية ليست مكتوبة يا شيخنا، الوصية قالها والدي امامي وامام اخوتي ووالدتي، ولكن لي اخ يعترض ويقول طالما ليست مكتوبه لا اعترض به. لا يلزم ان تكون مكتوبه، هو شاكك في ذمتك انت امك. هو لا يريد ان ياخذ اولاد اخوته شيئا. اي لكن السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. دايما في استفسار كده سريع. اتفضل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حديث الحلال وبين والحرام بين، في اخر الحديث بيقول فمن اتقى الشبهات فقد استبق رأى لدينه وعرضه. طيب. الشبهات اللي هي المفروض اتركها استبراء للدين، حضرتك ايه اللي يفرق بينها وبين الخلافات بين الاحكام باقي الاحكام الشرعيه؟ يعني في لا يعني لا لا يعني انت تعرف حديث يبين حديث الرسول عليه السلام
البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك وكريت أن يطلع عليه الناس. نعم. وينتظمها حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ المبارك. الله يبارك فيك. أحسن الله إليكم شيخنا. وإليكم. ما صحة حديث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة؟ سند ضعيف. يعني نقول ولا ما نقول بنية إنها نخلة في الجنة ولا لأ؟ أما سبحان الله بحمده فيها أجر، لكن نخلة في الجنة تغرس، السند ضعيف. بس. طب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هل هم فعلا غرس الجنة؟ قلت لك سنده ضعيف أيضا. تمام، جزاك الله خيرا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي شغالة في محل كبير أسعار سياحية، فما بيتعاملوش هناك بالجنيه. دلوقتي هي أما بتيجي تشتري مثلا فطار بيتبقى يعني اللي بيجي يشتري دوت بيسيب الجنيهات دي، بتقول ما فيش فكة، يقولها خلاص، ما بيحددش اللي هي ليها أو لصاحب المكان. هي أما بتيجي تجيب فطار من هناك الأسعار عالية، لو اشترت مثلا بخمسين جنيه بتحط عشرين جنيه والتلاتين جنيه ما بتحطهمش، كده في اسم عليها؟ الجزئية الأخيرة ماذا قلت فيها؟ هي بتجيب بقى فطار، بس الفطار هناك الأكل عالي يعني أسعاره عالية، بشتري على نفقتها بخمسين جنيه بتحط عشرين جنيه والتلاتين جنيه مش بتحطهم. يعني تسرق يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا مش لا، هو دلوقتي يعني مثلا انا اشتريت منها حاجه ما فيش هناك مثلا جنيهات، بيتبقى مثلا 4 جنيه، ما فيش فك يا فندم، يقول لها خلاص مش تمام، مش بيحدد يسيبهم ليها هي او لصاحب المكان. شو بتشتري الاكل على هي بتشتري الاكل بتدفع منه جزء على حسابها والجزء الثاني من الفلوس اللي هي دخلت دي، مع العلم لو جه عجز عليها جنيه هي اللي بتتحمله وبتشيله. صاحب المحل موجود؟ موجود، بس هو ما يعرفش اللي هي مثلا بتحط مبلغ بسيط من الفطار والباقي ما بتحطهوش. هو موجود يعني؟ موجود، بس مش موجود في المكان، دي شركة كبيرة يعني مكان كبير، هو مش موجود فيه، بس في ناس بتديره. يعني مش ممكن توصل إليه؟ لا صعب. طيب تستأذن المدير، تخبر المدير بالقصة، شوف هيقول ايه. لكن هي اللي بتعمله كده حرام. لا ما استطعش اقول حرام، لا انا بتكلم على الافضل. الله يبارك. معلش، هو دلوقتي يعني لو جه عليها عجز اي فلوس هي اللي بتشيلها. انا فاهم الكلام. لو غلطت وهي بتحاسب حد هي اللي بتشيل الحساب. انا فاهم الكلام، فاهم جيد الحمد لله، بس انا بيطلب لكم مزيد من الامان. ايوه تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ معلش، حكم عمل أداء العمرة لشخص مركب قسطرة بولية؟ لا بأس. هو مأدي قبل كده كذا عمرة، لا بأس أن بنتا أو ابنا يعتمر عن أبيه وإن كان أبوه قد أدى عمرة. هو أدى عمرة بس يجوز مصر وحامل يعمل عمرة. يجوز يا أختي، يجوز تأدي عمرة أو حجا عن أبيك المريض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم كيف حالك؟ بالنسبة شوف، في واحد المسجد اللي جنبه في قبر، ولو عايز يصلي في مسجد تاني ما فيهوش قبر هيكون بعيد عنه وممكن يكسل، فهل يصلي منفرد ولا يصلي في المسجد؟ والله لو راح المسجد البعيد خطوات يمشيها بكل خطوة حسنة أفضل، لا يترك الجماعة. هيكون في مشقة يعني في الخمس صلوات يعني؟ والله لا يكلف الله نفسه بس خلاص، للضرورة ممكن يصلي في المسجد المجاور لكن لا يترك الصلاة. نعم. لا يترك الجماعة. وعند الاضطرار يجوز، فالرسول صلى عند الكعبة وحلى 360 صنما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
سعدك الله في الدنيا والاخره فضيله الشيخ. يا رب امين يا رب واياك والسامعين والسامعات. الله يبارك فيك. لو سمحت شيخنا في حديث اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم. ايوه. هل غلق الابواب وتخمير الانيه وقت الغروب فقط او ايوه وقت قبيل الغروب ايوه وبعدها كده افتح براحتك. وتخمير الانيه ايضا؟ نعم. لا تخمير الانيه طول الليل فانه لا فإنه ينزل في إحدى ليالي السنة بلاء لا يدع وعاء ليس عليه سقاء لا يدع وعاء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك البلاء. جزاك الله خيرا. مرحبا دكتور عبد المحسن أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الحبيب ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل اتفضل. وعليكم السلام. اتفضل يا حبيبي ما سؤالك؟ استاذنا بس مولانا تدعي لي بالهداية وبالستر بالزواج. الله يهدينا وياك واصلح حالنا وحالك واستر علينا وعليك وارزقنا لك الزواج الصالح الطيب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله نحن نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. اسمحني بتسجيل المكالمة دي يا شيخ. اتفضل يا حبيبي. والله أحبك في الله أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ونحن على درب السلف يا شيخ. الله يوفقنا وإياك لما يحب ويرضاه. وأنا رن عشان أسمع صوتك يا شيخ وتكلمني. الله يبارك فيك ويحفظك. معك اخو ابنك الصغير احمد ربيع يوسف يا شيخ. مرحبا بك يا احمد. ايه البلاد يا احمد. ومعك خال الشيخ ومعك اخوي عبد الله يسلم عليك يا شيخ. اتفضل. هلا يا شيخ بارك الله فيك وطال في عمرك. واياك الله يبارك فيك. ونحن نحبك في الله. احبكم الله الذي احببتمونا. احبك انت والشيخ ابو اسحاق والشيخ محمد حسن ومحمد حسين يعقوب. والله نحبك في الله يا شيخ وكلكم ونحن من أهل مصر يا شيخ. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. ادعينا يا شيخ بالتوفيق يا شيخ. الله يوفقنا وإياكم والسامعين والسامعات يا رب. والله نحبك يا شيخ والله نحبك ونحب أهل السلف كلهم يا شيخ وعلماء السلف كلهم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ونحب الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ أبو إسحاق الحويني. رحمة الله عليهم جميعا. كيف حال شيخنا أبو إسحاق الحويني؟ بخير الحمد لله. يحتاج منك والله نحبك في الله والله نحبك في الله. الله. انا لا انام الليله من الفرح والله يا شيخ. الله يسعدنا وياك بطاعتك. والله يا شيخ لا انام النهارده من 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 سماع صوتك يا شيخ. الله يبارك فيك وكلمك. نحبك يا شيخ وربنا يزيدك علما يا شيخ ربنا يزيدك علما يا شيخ. ولك بمثل والسمين والسماء. اوصينا اوصي يا شيخ. تقوى الله ثم كتاب الله وسنه رسول الله وذكر الله والامساك عن ذكر الناس. الله جزاك الله خيرا يا شيخ وكانت وصايا السلف كلها هذاك كلامك يا شيخ. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا شيخ بارك الله فيك وطال الله في عمرك على طاعته يا شيخ. يا رب واياك والسمعين والسمعات. طال الله في عمرك يا شيخ. ولكن انا ابنك الصغير احمد ربيع يوسف يا شيخ. بارك الله فيك يا شيخ احمد. الله يبارك فيك يا شيخ والسلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا سيدي. وإليك الله يستر عليك. اعتدت يا سيدنا في صلاة الصبح أو الفجر البدء في الركعة الأولى بسورة ألم نشرح لك صدرك. نعم في صلاة الفجر؟ في صلاة الفجر نعم. يوميا؟ اعتدت عليها كثيرا يا سيدنا. طب وايه السبب يعني ما تنوع ليس من هدي النبي عليه السلام. الله سلم. هو انا بنوع احيانا لكن القصرة بصلاة الشر. لم يرد هذا عن رسول الله. الصلاة صحيحة لكن الافضل التنويع. نعم يا سيدنا. الله طب يا سيدنا. نعم يا سيدنا في سؤال اخر يا سيدنا. نعم. انا احيانا كثيرة لا اسمع الاذان مباشرة. فأكرره سرا وأدعو بالدعاء التالي له. اللهم إن شاء الله مأجور. طب سؤال آخر سيدنا. تفضل.
أطيل في التشهد الأخير وأطيل في الدعاء بعد التشهد الأخير. لا بأس، بس عفوا مع الجماعة ولا مع منفرد ولا ايه؟ لا في أثناء الجماعة كنت إماما أقصر، وإن كنت منفردا أطيل. لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، أحسن الله عليك. وإليك يا حبيبي. يا شيخ لدي سؤال. سل. حكم التعامل مع البنوك الربوية لكن في معاملات غير ربوية. يعني لا بأس، لا بأس. الاضطرار لا بأس. وأودع فيه. لا بأس. شكرا يا شيخ، بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. تفضل. أستاذ حضرتك، أنا بعمل في معرض سجاد. بيع، فهل يجوز لي ان انا ابيع حاجه بتفرش في كنيسه؟ هل يجوز لك ان تبيع سجاجيد لغير المسلمين بصفه عامه يعني؟ تفرش في كنيسه، لا في حاجه بتفرش في بيت عادي وفي حاجات بتفرش، انا عارف ده فرش رايح لكنيسه. هل انت ستصمم عليها صلبان ولا شيء؟ لا 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 بأس. وشيء اخر في حضرتك، هل انا من لو هل يجوز ان انا اطلع افرش كنايس؟ انا بفرش حاجات، انا اللي ممكن صنايعي بفرش. والله انا لا احب لك ذلك. تمام شيخ، الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الشيخ مصطفى طال الله عمرك في طاعه الله ان شاء الله. امين. استاذنك بس الشيخ مصطفى، حكم لعبة ليدو بس جائزة ولا غير جائزة؟ ليدو؟ اه مكروهة من اجل الزهر. اي هي لعبة فيها زهر فعلا. اي بس صحة حديث قال صلى الله عليه وسلم، الرجل حق بمجلسه وان خرج لحاجته ثم عاد فهو حق بمجلسه. حسنه بعض العلماء. جزاك الله عنا الفضل. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اتفضل. استاذ حضرتك، كان عندي مسألة في ميراث محتاج اعرف موقفها من حضرتك. انا كان لي جدي توفى في سنة 2000 وساب، وكان الارث الفدان اللي مكتوب السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. لو سمحت يا شيخ، انا ساعات بفكر مع نفسي لو عليا دين مثلا والدين ده ما سبتوش، مثلا بفكر ان عليا دين وخايف ان اتعذب بقبري او في يوم من الايام بسبب ان انا ناسي دين معين. ايه الحاجه اللي اعملها او الكفاره اللي اعملها؟ من اجل ماذا؟ من اجل انا ايه اسد الدين ده، مثلا لو انا ناسي ان في دين عليا، مثلا بفكر ساعات طب افرض لو كان عليا دين. انت ناسي ان عليك دين وصاحبه لم يطالب به، انت لست بآثم امام الله. طب هل حضرت الله يعفو عن هذا يعني اذا كنت نسيت مثلا؟ انت تدعو الله بالمغفره والعفو، الناسي لا شيء عليه، تقول نسيت ولم يطالبك احد، لا اثم عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن لو سمحت سؤال بس شيخ؟ اتفضل. في شركة تسويق على النت. شركة تسويق. شركة تسويق على النت؟ اه، بيخليك تخش على مواقع كده بيع، تخش تفتح اعلانات معينة. تفتحها بس كده ما بتعملش حاجة. كل مرة بتخش بيديك 20 جنيه. أنا لا أعرف ما وراء ذلك، لكن فقط أنك تتصفح. بس بيعمل عشان مشاهدين يعني. في سؤال سؤال، المواقع دي التي تفتح عليها وتتصفحها عليها أشياء محرمة ولا لا؟ لا، ده مواقع بيع عادية، المواقع البيع المعروفة. المواقع البيع عادية بيتعرض عليها منتجات. لا بأس، إذا لم يكن وراء ذلك شيء مضر لا بأس.
ماشي بيخليك تعمل كذا واحدة كده. في حاجة تانية بقى بعد كام واحدة من دي بيخليك تعمل عملية بيع شراء وتدفع انت من معاك وتشتري منتج الزاما. بيقولك تشتري منتج بعد ما تشتريه بيرجع لك فلوس انت دفعتها ونسبة عمولة. رجع لك الفلوس اللي انت دفعتها وعمولة؟ والسلعة؟ والله يا شيخ انا مش عارف. انا يعني دعني اسأل عن هذه المعاملة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ. نعم. ازي حضرتك؟ طيب والحمد لله. الحمد لله. قول لحضرتك. نعم. احنا دلوقتي احنا بقالنا كام شهر انا وجوزي في كرب جامد وضيق شديد ومش عارفين نطلع منه ازاي. وبنستلف من هنا ومن هنا ومن هنا برضو الديون بتزيد علينا زياده. والحمد لله احنا بنصلي وعارفين ربنا قريبين. تعرف يرفع كده؟ تعرف تقول يا رب؟ نعم. تعرف تقول يا رب؟ هو اسألي لن تخيبي. اسألي الله ولن تخيبي بإذن الله. نسأل الله والله بعد ذلك. استمري يستجاب لله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قال وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. بس احنا لحد دلوقتي احنا بنتضايق من زمان ومش هتفرج يا أختي. لا تيأسي من رحمة الله. الديون بتزيد ولدرجة احنا عارضين بيتنا للبيع، البيع واقف برضه، كل حاجة بتقف مش عارفين ليه. استغفر الله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخنا الفاضل كيف حاله؟ الحمد لله. متعك الله بالعافية في الدنيا يا رب. شيخنا لي سؤالين. سأل. لي صديق طلب مني رمضان قبل الماضي أن أخرج له الزكاة عنه وعن أهله. ماشي. تمام؟ ولم يؤتني بهذا المال. فهل من حقي ان انا اسامحه في هذا المال؟ هو زكاة عيد زكاة الفطر. يعني كلفك تخرج زكاة عنه وعن اهله. ايوه. من حقك قبل ما يقابلني ويديني فلوس. ايوه وكلك يعني وانت راجل طيب سددت له لان تراه. على العموم هو يعني يرفض اعطائك الان او لا هو مش يرفض، هو قد هجبهم لك لعله مؤثر يعني. وانت تريد ان تتبرع بها انت؟ نعم. ما في مشكله ان شاء الله. طيب في سؤال ثاني بعد اذنك شيخ. اتفضل. واحنا في صلاه الجماعه في الصف باجي اقرب من اللي جنبي عشان احط رجلي جنب رجله بيبعد. انا اعمل ايه في الحاله دي؟ انت جنب الامام؟ لا مش جنب الامام، واحنا في الصف اللي خلف الامام او اللي خلفه بيبقى في بعض ناس لما نيجي نحط القدم في القدم يبعد رجليه. ما عليك اي مشكله. اسيبها مفتوحه كده؟ هو اللي اسمع نفسه لانك لا توسع، لانك اذا وسعت تبعد ما بين المنكبين. وهو ده اللي بيحصل فعلا. السلام عليكم. مرحبا استاذ محمد سبق، بارك الله فيك وفي اهل بيتك وذريتك. سمعنا وسمعت. السلام عليكم. السلام عليكم خويك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. سؤال يا شيخ لو سمحت. طلبت بعض الكتب من شركة شحن من مكتبة وأرسلت لهم ثمن الكتب أونلاين من خلال فودافون كاش، لكن ثمن التوصيل جال عند الاستلام. وبعد لما هم أرسلت لهم بعد فترة وما أرسلوش الكتب، حاولت مع شركة الشحن كل ما رن عليهم يفصلوا، وفي الآخر أرسلوا لي إن هم جايين لكن مش هيوصلوا للقرية. أنا كاتب في العنوان القرية وهم قالوا إحنا مش هننزلوا قرى. فقلت له خلاص رد بالطلب، انا مش هقدر ان اوصل لك للمركز يعني. فقال ماشي خلاص ورد. المهم صاحب المكتبه قال لي ان انا عاوز 120 ثمن التوصيل. هل هم عليا كده؟ هو ما وصلها الى بيتك. نعم؟ لم يوصلها الى بيتك. ايوه انا كاتب في العنوان اللي لحد البيت وهو ما وصلهاش. المؤمن عنده شروطين. يعني هم عليا كده بس هم ما جاليش على كده من الاول. هم ما وصلهمش للبيت وانت متفق معه توصلهم للبيت. ايوه. ليس عليك اسم انت.
جزاك الله خير. الله يعافيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كنت عايزة أسأل حضرتك في تطبيق على النت ممكن أشتري منه. تطبيق العمرة؟ لا لا. بارك الله فيك يا نور نادي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت كنت عايزة أسأل عن حكم السفر من غير محرم. معرفقة أمنة؟ مع رفقة آمنة وثمة ضرورة أم لا؟ لا هو الشغل يعني هكون لوحدي بس ملتزمة بالحجاب وفي التعامل مع أطفال يعني مدرسة فيها أطفال. ستسافري مسافة كم؟ مسافة كم يا أختي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخنا الفاضل. حياك. أبو بكر معاك. أبو بكر. أبو بكر معاك. مرحبا يا أبو بكر. بارك الله فيك يا شيخ. وإياكم. ماذا تنصحني كطالب علم والدعوة في طريق إلى الدعوة لله عز وجل؟ أنصحك بتقوى الله ثم البعد عن الاختلافات. وحاول تبني نفسك كل يوم تستزيد من الآيات والأحاديث. نعم شيخانا نعم. الله يكرمك. وماذا تنصحني بقراءة كتب العقيدة شيخانا؟ إذا كنت تقصد العقيدة توحيد الإلهية لنا كتاب اسمه ذلكم الله ربكم فيما يخص عقيدتنا في الله، وفي كتاب أوسع شيء ما وهو كتاب مختصر العقيدة الطحاوية أو مختصر معارج القبول، في كتاب لقرة عيون الموحدين. إذا كنت تقصد الكلام على الصفات صفات الله عز وجل فهنالك كتاب لابن خزيمة توحيد الصفات لابن خزيمة. نعم شيخنا نعم بارك الله فيكم شيخنا. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخنا كان عندي سؤالين معلش. اسأل يا أخي الكريم. وأنا كان في واحد بيني وبينه تجارة وهو في محافظة تانية، فهو بيبعت لي بضاعة فأنا ببعت له الفلوس عن طريق إن أنا بحطها في حسابه في البنك. طيب. فهل عليا اسم في كده في التعامل في البنك يعني؟ لا لا. طيب السؤال الثاني معلش، هو أنا المفروض التجارة بالنسبة للتجارة، هو أنا دلوقتي عايز أطلع الزكاة وبطلعها على ثمن البضاعة وقت ما اشتريتها ولا ثمن ما هبيعها؟ تخرجها عن السعر الذي إذا أعلن بيعت به السلعة، يعني عند وقت البيع. أيوه أيوه، يعني مثلا أنا اشتريتها ب 100 هبيعها ب 120 أطلع على 120. إذا كنت إذا أعلنت عنها جاء المشترون، لكن هب أن المشتري أن الباع القيم بسعر الجملة، يعني إذا قلنا الآن هذه السلعة ب 120 لكن ما في مشتري، لكن إذا قلت ب 10 يأتيني المشترون أربط على العشرة. أيوه تمام الله يكرمك. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا دكتور شيخني. اتفضل يا حبيبي. لو سمحت انا عندي عمارة فيها ثلاث اجزاء. اللهم بارك يا رب. كل جزء فيه ثلاث شقات فوق بعض. طيب. كل ثلاث شقق فوق بعض، هم ثمان شقق، كل ثلاثة فوق بعض وجزء تحتاني فيه اثنين. وبعد ذلك ما المطلوب؟ المطلوب عندي ثلاث اولاد. طيب اللهم بارك. وزوجة مش ام الاولاد. وبعد بنت كمان واحدة. يا
يعني بنته وثلاث اولاد وزوجه. ايوه الزوجه مش ام الاولاد. ايا كان. طيب انا عايز ادي لكل ولد ركن من الاقل اللي ثلاث شقق كل ثلاثه فوق بعض. يعني كل ثلاث شقق تعطيهم لولد. كل ثلاث شقق فوق بعض، كل ثلاث يعني دول ثلاث شقات فوق بعض. ايوه تريد تعطي كل ولد دور. وهدي للزوجة شقة تحت. والبنت وبنتي هديها شقة تحت. على كل حال هذه جائزة زكاة هبات في الدنيا. نعم؟ جائزة إذا كانت على سبيل الهبات في الدنيا. بس أنا وضحني شوية عشان أنا يعني عمي شوية. البنت ستأخذ نصف الولد ولا لا؟ هو كده نصف الولد. هم ثلاث شقق، الولد هتاخد شقتين والبنت هتاخد شقة والزوجة هتاخد شقة. في الدنيا لا بأس، ما في مشكلة. هل يجوز؟ يجوز إن شاء الله. طب لو البنت ما رضتش بالشقة وقالت لا أنا ما أخش تحت، هي متزوجة ولا ايه؟ متزوجة. وانا عايز ابعد يعني اولادي السودان عن مشاكل وعن مشاكل الموضوع. اذا ترددوا جميعا واختلفوا لا تكتب لهذا ولا لذاك ولا للبنت ولا للولد، واترك الله اعلم من سيموت اولا، يمكن هي تموت اولا. ماشي يا دكتور، انا عايز نفسي برضه يمكن انا كنت الاول ابقى فضيت مشاكل. لا شوف يا اخي الكريم اتركها لله هو يدبرها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. كنت عاوز اعرف حكم السفر لبره ايه، بس الدولة يعني الدولة عربية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت حابة أسأل حضرتك يا شيخ، أنا مدرسة تأسيس أطفال ابتدائي. مؤسسة؟ مدرسة تأسيس لأطفال ابتدائي. مدرسة تأسيس لأطفال ابتدائي. أنا عاملة جروب على الواتساب، بعمل لهم جروب لوجه الله يعني. أنا بنزل فيه شغلي وبتصل فيه شرح وحاجات. بس الاهالي بيعترضوا على ان هم مش بيقدروا يفتحوا كتير الفيديوهات على البتاع. فعملت قناه على اليوتيوب انزل عليها الفيديوهات بتاعه الشرح بصوتي انا منتقبه. طيب ده في حرام صوتي على اليوتيوب؟ عفوا، ما انت الان تكلميننا، الان تكلميننا، ليس بحرام عليك تكلمنا ما دامت الفتنه مامونه. وشي بس انا منتقبه يعني. انت مغطيه وجهك يا اختي. والفتنه مامونه الحمد لله. خلاص لا باس، كلام في حدود الكلام التعليمي. بارك الله فيك. يا رب يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الحبيب اتفضل. الله يكرمك. معلش يا شيخنا، في مبلغ بيجيني بديل حوالي خمس عائلات، بعد كده اكتشفت ان في عائله فيهم العائله بتاعه انه بيدخن، فمش عارف طب امنع عنه المعونه الشهريه بتاعته ولا اديها له وعارف ان هو بيدخن وله اولاد. ايوه ليه اولاد ضائعون. نعم ضائعون ليس لهم مصدر دخل. ايوه ابوهم بس هو مصدر دخله. الله المستعان. ممكن تشتري لهم عينيات؟ والله انا فكرت في الموضوع ده بس قلت استشير حضرتك يعني. اشتري لهم عينيات. ماشي، جزاكم الله خيرا. وياك. السلام عليكم. ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب، كيف حالك؟ الحمد لله، تفضل يا أخي. نحيي بصحة أربع حديث بعد إذنك يا شيخ. اللهم استعان. إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه. لا يصح. طيب، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. بنفس اللفظ لا يصح. نعم، خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. أيضا سنده ضعيف. طيب، الحديث الرابع، لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له. لا أعلم له سندا ثابتا. نعم، جزاك الله خير شيخ. السلام عليكم. حفظك الله يا شيخ ابراهيم عقل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سيدي حضرتك، كان عندي مسألة في الميراث. تفضل. دلوقتي كان عندي جد الله يرحمه توفى في سنة 2000. الله يرحمه. كان كاتب لأبي الفدان اللي هو موجود، الفدان ده كنا شاريينه من الشركة، كان عليه أقساط لسه ما خلصتش. فأبويا الله يرحمه توفى في سنة 2007. وساب لي الفدان ده. ساب لي فيه هو عماتي ثلاثة معايا. فالفدان ده أنا اللي سديت أقساطه، الأقساط اللي عليه، وخليته ملك الناس ومالينا احنا. يعني كان في فدان وضع يد ولا ايه كان ايه؟ لا، الفدان ده فدان شركات بنشتري، بندفع مقدمه للشركه وبنسدد الباقي اقساط. طيب، وبعدين؟ وبعدين انا عاوز اعرف حق عماتي اللي هم اللي انا المفروض اديهولهم بعد وقت. عفوا، ابوك اللي كان يشتري الفدان من المال الخاص؟ لا، جدي اللي كان اشتراه مش كامل، ده هو دفع مقدمته وفاضل فاضل ان احنا نسد اللي عليه. فجي ابويا هو كمان اتوفى، فاللي سد عليه ابويا قبل ما يتوفى استدان من الناس علشان يسد الشركه، عشان كانت هتاخد. معلش، قضيه تنظر عن قرب وتسمع فيها اقوال الاطراف جميعهم. السلام عليكم. شيخنا، ازي حضرتك؟ طيب والله الحمد. ربنا يديك الصحه يا رب ويبارك في عمر حضرتك، اللهم امين يا رب. انا حضرتك عندي سؤال، بس الفيزا بتاعت المشتريات دي حضرتك، ايوه، احنا ممكن نعملها ولا ما نعملهاش؟ نعملها واشتري في وقت السماح. اعملها ايه؟ واشتري في وقت السماح حيث لا يتراكم عليك ربا. تمام، جزاكم الله كل خير يا شيخ. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا الجليل، بس ممكن بس اسأل حضرتك سؤال؟ معلش انا اسف يعني. اتفضل. لو سمحت اديني بس، انا اسف يعني، ايه متسع من وقت دقيقتين بس، انا اسف يعني. اتفضل اتفضل. دلوقتي يا عم الشيخ، حضرتك احنا فجأة متاجر مواد غذائية وشريكي اخويا، تمام؟ فاحنا دلوقتي واخد من والدتي انا 30,000 جنيه بشغلهم معايا في الشغل. فالفلوس دي الاول كانت والدتي كانت واخداهم يعني مكافأة وكده، نهاية خدمة وكده ان شاء الله من الادارة وكده في الشغل بتاعها. فهي كانت حطاهم في البنك، فاحنا خدناهم منها وقلنا لها هنشغلهم عندك وهنشغلهم معانا وهنطلع لك عليهم 500 جنيه ثابتين ان شاء الله كل شهر. فانا تقريبا من اول امبارح كده، وامبارح فبقلب كده على اليوتيوب والنت كده، فعرفت ان الموضوع ده ربا جر نفع، بس انا ما كنتش اعرف الموضوع ده. انا دلوقتي عاوز يعني اعرف، عايز اعرف اعمل ايه. احنا عندي في شغلي ما بعرفش ان انا 30,000 دولار ما اعرفش اكسب، انا كسبت منهم ايه يا حبيبي؟ اسكت. اتفضل يا حبيبي. اسكت. ايه القرض اللي جرى نفع؟ ادي السؤال، انت بتشغل فلوس لامك. بس هي ما هي موجوده حضرتك في شغلي انا. هي بتاعت والدتي وشغال، انا مشغله عندي في شغلي. وبتاعت امك ربح من ربحها الشهري 500 جنيه. اللي هو 500 جنيه ده حضرتك في ربا؟ لا، ما فيش ربا، فلوس ربح جاء نتيجه تشغيل.
نتيجة انها موجود فلوسها في الشغل عندي. ايوه ايوه نتيجة تسمير اموالها وانه في ربح. الله ينور عليك، ده ما فيهوش ربح من الشيخ لو سمحت. لا ان شاء الله. جزاك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت حابب أسأل عن حكم تقويم الأسنان لو الأسنان نفسها يعني غير سليمة غير منتظمة، وفي ناس برضو بتبقى بتيجي عايزة تعمل أسنان لزيادة الجمال، في بنات أو نساء بتيجي تكون سنانها معوجة بتبقى عايزة تظبطها أكثر، فهل ده في حرمانية ولا لا؟ ونفس الأول لما يخص تقويم الأسنان، إذا كنت ستعود بالأسنان إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس، يعني في أسنان شاذة واحد شاذ وأنت ترجع به بإذن الله إلى ما عليه عموم خلق الله هذا جائز. نعم. وتركيبات الأسنان، تركيبات الأسنان ليها لون أفتح من لون الأسنان بسبب التسوس أو بسبب الاصفرار، يعني تركيبات الأسنان. نعم. المنع من تركيبات الأسنان يعني في نساء بتيجي تعمل تركيبات اسنان بتكون اسنانها سليمه وكويسه، ولكن بتعملها بسبب اللي هي عايزه تخلي لون السنان افتح او شكل السنان بشكل معين. يعني بتشيل السنه من الاصل وتجيب سنه جديده ولا ايه؟ لا لا، بيتبرد جزء من السنه من سطح السنه وبيتركب عليها طبقه، الطبقه دي بتبقى لونها افتح من لون الاسنان. بتتعمل الاسنان كلها العلويه اللي فوق بلون معين، لون فاتح بيزود شكل السنة، حاجة تجميلية مش حاجة علاجية يعني. يا عادة ليس المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله يدخل فيها ولا لا؟ نعم، بيقفلوا المساحات بين الأسنان وممكن يعملوا تبييض برضو يفتحوا لون الأسنان، يعني الهدف بيبقى هدف العيانة جاية للتجميل ومش للعلاج، يعني ما يبقاش في حاجة وجعاها أو حاجة مضايقاها. أمهلني بارك الله فيك. نعم جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى ازي حضرتك؟ الحمد لله اتفضل. اخونا الكريم اللي كان بيسأل عن امه واللي مشغل اموالها، هو كان بيوضح لحضرتك ان هو بيديها 500 جنيه اول عن اخر ثابتة، فهل هي فعلا مش رضا كده؟ لا عفوا، ما هو ممكن اللي بيحصل الان بيعطي 500 جنيه الى ان يصفي في اخر السنة، في اخر السنة ينظر اذا لم يوضح الشيخ انه يصفي اخر السنة. يعني بنينا على المعتاد من احوال الناس، احوال الناس انه تقريبا يعطيها 500 جنيه او يعطيها على الالف، على المئة الف، الف في الشهر ولا الفين في الشهر الى ان يخلص اما اذا لم يفعل وكانت تزيزة اذا عليه وهو رضي بذلك هي امه لا نستطيع ان نمنعه. جزاكم الله خيرا يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بكلمك من سوريا. من سوريا؟ يس نعم. تفضل. شيخ، في شخص مر بحالة غضب بمشاكل أسرية، و يعني نتيجة المشاكل حلف على عدة أيامين ومنهم وضع يده على المصحف إنه ما يعمل كذا وكذا، بكفارة اليمين هاي جميعها معصية، هي كانت معصية ولا إيه؟ لا، حلف مثلا إنه ما بسافر، حلف إنه مثلا بكفر كفارة يمين. بكفر كفارة يمين واحدة عن واحدة يمين. بارك الله فيك يا دكتور عمرو بن عبد الهادي. بارك الله فيك يا شيخ عمرو شمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم اتفضل يا حبيبي. بس انا شوف، انا هنا في المملكة بسافر كتير الحمد لله، مكة احتمال وكده، بس عندي فترة كده مش عارف اتخلص منها، امسك لساني فيها دايما، احب اقول للناس ان انا ايه رحت مكة كده كتير، عملت عمرة كده، فهل ده يدخل في نطاق الرياء يعني؟ كذبا ولا صدقا؟ نعم؟ كذبا او صادق؟ لا صادق صادق صادق. وهل انت تقصد الرياء او لا تقصده؟ لا انا بقصد حس الناس ان هم يروحوا يعني.
لا بأس لك نيتك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ جزاكم الله كل خير. اللهم رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة يا رب. وإياك والسامعين والسامعات يا رب. اللهم آمين يا رب. مولانا أنا أعلم أن المقام مش مقام تفسير أحلام، ولكن بس الرؤية دي اتقررت. أنا والدي توفى من سنة ونص، بس دايما بشوف في المنام أن أنا في شجار معاه. شجار وفي ألف. هذا من عمل الشيطان يا أخي، لا تحكي الأشياء التي تكره. أنا ما حكيتش لحد، بس الأمر لما تكرر كل الرؤى. أولا ليست كل الرؤى من الشيء من الله، بل منها حديث نفس ومنها رؤيا من الله مبشرات أو محذرات، ومنها أضغاث وأحلام، ومنها تخاويف من الشيطان. طب مثل هذه الرؤيا يا مولانا؟ لا تفكر فيها ولا تنشغل بها. يعني ما فيش حاجة مثلا أعملها لوالدي يبقى في حاجة؟ أصلا عموما إذا عملت لوالدك سنقول لك بإجمالي القول الله يوفقك من الوالد صدقات، ما أحد يمنعك أبدا. إنما الأمر فيه شجار وفي مثلا بيوصف. لا نعمل الشيطان كده. نعمل الشيطان الله يحفظك. الله يكرمك يا مولانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازيك يا شيخ حاج؟ طيب والحمد لله. الله يحفظك يا رب. عندي سؤالين لفضيلة الشيخ. اسأل يا حبيبي. السؤال الأول. الأول ولا الأول؟ الأول. ماشي، تفضل. زوجها لا يصلي نهائيا حتى صلاة الجمعة، ولا يصوم. لا يصلي ولا يصوم، ويسب الدين. فهي تقول انها لا تدري تكاسلا ام جحودا. يعني لا يصلي ولا يصوم. والله صحتها. فهي تسال عن فراقه في الفراش، هل تفارق ام تفعل ماذا؟ مطلقا تفارقه مطلقا، خلاص تفارقه مطلقا. تمام. طب تطلب انا الطلاق لان وجودها اصبح محرم، ولا تعمل ايه؟ نعم. تطلب منه الطلاق. تطلب منه الطلاق وتفارقه. تمام. السلام عليكم. اسال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مولانا انا ما عنديش سؤال، بس انا عايز ادعي للاخ عبد الرحمن وفريق العمل والناس كلها تامن ان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتهم ويرجع تعبهم كله في ميزان حسناتهم يوم القيامه ان شاء الله. اللهم لك السميع والسماع بمثل، بارك الله فيكم وحفظك الله. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ فندم. نعم. زار يعني شاب اسمه محمد ابن شمس الدين. مش لازم تسمي احد، مش لازم تسمي احد. ماشي. يتكلم عن الامام النووي في عقيدته وعلى ابن حجر. لازم تسمي احد، خلاص ما دام سميت احد خلينا يعني نؤجل الاجابه على هذا السؤال ان شاء الله. معلش. السلام عليكم. ابن الحبيب وعلى سمكاته فضيله الشيخ مصطفى. تفضل. كان حضرتك في صفحه حديث الله اكبر الله اعز من خلقه جميعا، الله اعز من اخاف واحذر، اعوذ بالله الذي لا اله الا هو. لا يصح. نعم. لا يصح. يعني ما يتعملش به نهائيا، لا يعمل به نهائيا. لا يصح سند، لا يصح ابدا. الله خير، جزاكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شيخ مصطفى بعد اذن حضرتك، كلمت حضرتك تقريبا من 15 يوم. نعم. انا عندي مشكلة، كلمت حضرتك من 15 يوم، كان عندي مشكلة بس مش هقدر اقولها على التليفون. حضرتك قلت لي يعني ابعت لك رسالة ولا تسلك تكلمني. انا بس بعت لحضرتك كذا. ارسل لي رسالة على رقم عبد الرحمن. انا بعت من يوم لعبد الرحمن؟ ايوه من يوم 22. رسالة يسألك رسالة موضوعها ايه؟ انا بس قلت لحضرتك
لحضرتك ان انا اللي كلمتك بس عشان حضرتك قلت لي ان انت هتتصل بيا قطيع. قلت لي انك كلمتني فعاود الاتصال معذره وان شاء الله تتحل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم شيخنا الفاضل. يا اهلا بك ومرحبا. ابنك عبد المحسن يا شيخنا. يا مرحبا شيخ عبد المحسن. دكتور عبد المحسن تفضل. بارك الله شيخنا ويعني الله جل يعني يطيلك في عمرك على طاعته. امين واياك والسامعين والسامعات. وان يعينك يا رب ويجعلك دوما مناره علم لنا جميعا يا شيخنا ربنا يبارك فيك. واياك والسامعين والسامعات الله يحفظكم. نطلب منكم دعوه صالحه شيخنا بس. الله يثبتنا واياكم يحفظنا واياكم. جزاكم الله خيرا شيخنا ربنا يبارك. ولا تجد علينا. ربنا يبارك فيك شيخنا احنا اولادك شيخنا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ مصطفى. تفضل. الله يكرمك. حكم التخزين الحبوب وقت حصادها زي الذره والرز دلوقتي. الاشياء الخفيفه 10 ارديب 20 ارديب لا باس لكن الاف الاطنان تضر بالناس لا. طب لو محصول تاني زي المانجا مثلا في وقت حصادها مثلا. لا المانجا الامر فيها سهل لانها ليست من الاقوات. يعني البعد عن اي قوت زي الذره زي الحاجات دي يعني تخزينها في وقت حالي لا. تخزين الشيء الخفيف لا باس يعني انت مثلا ارضك انتجت 20 اردب قلت ادخذهم لاولادي او ابيع منهم شيء بعد كده تمشي لكن اما التجاره لا غرض التجاره لا لا غرض التجاره يجوز لكن انا اقصد واحد يجمع 1000 طن رز ويحتكرها يظلم الناس. اصل الذره بيجي مستورد مثلا شيخ مصطفى الذره مثلا بيبقى فيها انواع كتير جدا زي الاوكرا ذره ايه؟ ذره يعني تعمل علف ولا ذره بني ادمين؟ السلام عليكم. اسف يا اخي الخط كان قطع رغم عني. تفضل السلام عليكم. هل يجوز اعطاء شخص مبلغ من المال واخذ ربح شهري عليه؟ من هو؟ يتاجر بالمال. هذا هو الربا. يعني اخذ جزء شهري من الربح ولا من اصل راس المال؟ لا ربح شهري على التجاره اللي بيتاجر فيها. يعني واذا حصل خساره؟ لا بنتحملها سويا. خلاص لا باس اذا هذا استثمار الاموال لا باس به ليس قرضا حسنا. طيب شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ طيب الحمد لله في نعم. أنا لسه يا شيخنا ينفع قبلك أسلم عليك؟ ها؟ ينفع قبلك أسلم عليك؟ متى؟ أيوه بتاعت حضرتك اللي طلع عليه. ما في أي مشكلة تسلم أنا مش في جايلك عادي يا شيخنا؟ نعم؟ جايلك عادي؟ ما تيجي في أي مكان أنا شيخنا برضو أنا لسه أتعلم من حضرتك الحديث وتعلمني وأبقى زيك. تبقى أحسن إن شاء الله مننا. لا عايز أبقى زيك بس. الله يكرمك. بهذا القدر اجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ما فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ما فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ما فيهن ولك الحمد انت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعه حق. اللهم بك امنا وعليك توكلنا واليك انبنا وبك خاصمنا واليك حاكمنا ولك اسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوزعنا يا رب العالمين أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين افتح علينا يا خير الفاتحين انصرنا يا خير الناصرين واكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا واخلص نوايانا واخلص نوايانا واصلح أعمالنا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يثق الخير يا رحمن. نعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.